صدق 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 حق الطيبين. يوم من الايام انا طالع اسمع على تركي، يوم من الايام طالع من الغرفه من البيت في البيت اخواني يلعبون بالبرجن بيتزا حلو ممكن. هذا الواحد من اخواني انتظر واحد من اخواني الثاني بيرميه فلافل بيرميه بقى بيرميها انا كبيره انا ما ادري ايش السالفه ذيك العريضه ذيك اي العريضه واسوي زي كذا ما امسك زي كذا زاتر في عيني كل حرام من راسي من ليه احس سكين في راسي عندنا يقدر يمتلك كبيره 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 مو صغيره اذا شريت كيس تجيك لعبه عنبر ابو علي بالحرام دخت ما اللي عارف لعبه العنبر بذكر قصتي فيها اللي تاخذ الكره هذا البانوس اللي يمزقوا يقول انا قلت فيها شباب انا مره من المرات كنت في كراسي الجبل عندنا في الديره بقول لكم السالفه والله والله اقول لكم الواقع حرارة بالرأس فكانت الحرارة دائما الكار وصل الجبال حبيب والله ابو محمد اسلام ولكم من الربع كانت سالم كانت معيدي يا جماعة الخير موقف موقف جميل جدا الطائرة كانت من جنبي مالكي عسل والله المالكي عسل يعني. والكيروسين قاعد يخر والله يا جماعة الخير اني لا تحلف لا تحلف طلعت الموجودة استغفر استغفر بس لا تحلف سددت به وسكرتها وراح لا والله باردي وقال مرجون لا حتى الخبر انا كنت جايزه يقول الخبر كنت جاي انا كنت جاي على الهواء سوينا مع مقابله ومن عقبها معطل على دقل قود النادي عزز لي قود النادي حبيبي لا اذكر حتى البنزين كان يعني يصب صب يا دافع البله احلى قصه الكروسين انا هات 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 خذ صقني هات ايش فيك انا مرات كان فيه تصادم بين الشمس والكره الارضيه لا ما يجوز كذا فما كان معي الا البرجون لا ما حلف الحمد لله ما حلف ما يجوز ولا تصدق ابو حتى النبيه ما اخذ حاجه بيدي بعيد نبيته اخذت النبيطه النبيه فرميت كم كانت اول حقتك 4-3 ولا 2-2 لا ساكن 8-12 عشان ما ترقعني مدبل عشان توصل الشمس اي فوقت الاحتكاك صقعت ال 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 البرجون بين في شمس الارض لفت كذا وصار كسوف استاذ فادي اتمنى ان ادخله معك في فقره كذا لان انسان خياله واسع مره استاذ شيء غريب شيء غريب استاذ ايش استاذ ايش فادي شيء غريب تركي وقتها وسط فادي عشان تقول فهد ولا باقي ما كنت بتابع اعلامي لا عند البرجون حقي خلى الاقمار الصناعيه تضرب وصل نجم الاسبوع النجم الجماهيري على الجلطة هذه كم عندك توصيل بيتزا؟ السلام عليكم توصيل بيتزا على الجلطة هذه حبيب بيتزا؟ نعم اخوي حبيبي بيتزا بس افتح بيتزا بالصماخ المربع بيتزا بالدبس هذه لا احمر ذي هذه بيتزا بيتزا عصير برتقال بيتزا مربعة بيتزا مربعة وش البيتزا المربعة ذي؟ سجل على الدفتر خلاص شو البطة في البيتزا؟ عندك بيتزا مربعة استاذي؟ موجودة بيتزا مربعة داخلها جبن هو في بيتزا مربعة شكرا في تبدا بعين يعني بس انا على البيتزا مربعة تبدا بعين لا لا انا تاخرت والله اطول اعطيكم والله العظيم تدفعون ولا لا اقطع لكم بيتزا بعدين حساب ايش بعدين الحساب الحساب يوم انا طالب واحد ابو زيد لو سمحت انت كلاش تجيبوا على واحد زياده تجيبوا واحد قال لك تضربه بعدين تقلبها قزوي اوكي الله يا عايش بالمصوب عايش بالمصوب يا ولد يا ولد ايش منك؟ ابعد يا غبي هو الغبي الحين هذا بيطمني ذا الله وخر وخر اصبر اصبر يا ابو زيد ليش يحب ليش فوق يطالع الجبان هو اللي بيخاف ما يبغى ما يبغى وخر يا اخي مو جاي لا والله لا تخاف الثقيل هو اللي منسوس يا اخي خلاص وخر لا لا اسمع لا والله مريض والله محسن ما توقف تقتلني يا محسن الشركة ليش تبغى الشركة ما عندك الشركة تبغى هو يا طق طق وكل باب لا شافني ما يقتلني منو يا لا 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 تبيها والله ينقطع يا تصف وجه واحد تكس منصين الرجال اللي قلبه ضعيف هو اللي بيخاف اني خابر انك ناويها يا ليه يا الله لا 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 ل
اول مره اشوف جسم الراس تروح قبل الجسم. من حلك حطه انت الراس. داق حطه. اعطيك في الطاير منصور؟ لا لا. على الطاير. وقتك وسخت ثوب. طاير على الطاير. ينقذونا يا ربع من ابو زيد. اقسم بالله ما تغديت ولا كري الا اسعفنا بالحليب ابو معيض. وحليب على الارهيق. قل لك نناع. حبيبي وبالنعناع بعد يا سلام. الرجال ياكل زعتر اشوف ما شاء الله ثقافته ابو منصور يشوف راسه يحفظ المعلومات انقذونا من ابو زيد همس الزعتر ها ابو زيد همس يوم جيتكم الغرفه بنام عندكم قال يا محمد ترى بخصم عليك نساني قوت الثاني ها خصم لك 30% على الغبي راح عند محمد امس نزلنا الفرس حطها جنب بعض انا ومحمد ومحسن محسن جاي من الفريق الثاني جاي عندنا بينكم مسافات محمد محمد والله المشكلة انه مكاني من اول ما دخلت البرنامج والله محسن انا اسف محسن والله محسن انا اسف محسن جو اثنين ذولا اسمع هم اللي شلوا سرايرهم وجايين عندي لا صقري اذا ما تقوم والله اقسم عليك كذا ايش قال اقسم عليك قال الصقري خلاص روح اقسم روح بس ترى لك 30% من الخصم بطلنا راح على مراته ورقد سحب على الفكره بدل شو اوامركم ما يقدر عادي اي والله شوف يا رجال الفرش مي بزينه قسم بالله دخلت عليكم في عرفات طارق حطاني ذكرتوني بالحد مجد داير استوديو موسى تركي ايش طارق حطاني جيت وفي صوت فجر سلطان صلاح هيثم صلاح تدك ال ال شو كذا شو كذا انا ترى سلطان انا ايش بس بالفندق ترى انا وياه جنب بعض ثلاث ايام مثل وياه يتكلم ونايم ازعجني يتكلم ونايم طافي ما طافتنا ايش؟ قطعتك انتم الشباب لا 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 شو كذا شو كذا كان يرمي ابو صلاح تكفى يا ابو صلاح انا فداك مو بكذا عنده عاد الدخول ميت كذا يا ابو روح اكتب لنا زومبي وراي عزلها عوايد طيب يا هود وين بدري؟ براحتك الثوب يلا يقطع محسن صدق ترى ما بس استغفر استغفر ابو صور ما بس قصيدتك لا اجيب لا اجيب ابو صور دقيقه ابو صور قد الكلمه اللي قلتها لي اليوم تشيل راسك من جنبي وتروح غرفه والله ماني بقدها اي اي اضبط وضعك انا اشيل راسك محسن شنو هذا يا محسن والله محسن طلعت نذل لو تشوفون اشكالنا شلون السوالف انا محمد قبل لا ننام تقول كنا جارات فضفضون حق بعض ما جارات انا سامع عن سوالفكم يوم قمتوا تتساسرون يا ماله وجاء محمد الصيد يلا عندي كل شوي يفتح واشوف لا ما جاء في النص عبث تعال 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 لا تغير ايه زعاف تكتيك يا حبيبي تعال خلينا نقزرها عليك يبا جمعك وانت جاي استقان شاي دياي دياي اهرب اهرب استقان الدياي طيب اوفر كذا غلط جيب الكلمتين مع بعض هو عرفت كان الدياي يا حبني لك يا محسن كل مرق تاكل انت قاعد تاكل معلق الحين ستار عم عبد الله علي خلاص خلص المقطع على طول دياي يحيى يدخل سريره اسوء واحد في حياتي شفته ينام انا زر هنا شفتوه امس من شافه شفت عبد الله امس يحيى انا حسبه ميت امس يوم قام فجاه من النوم يرافس خلاني قلت الرجال يحتفظ وزيده متى سبب وصول وانت رايق قلت استهبل عليك والله العظيم حدك ظهر متحلم او شيء فجر اوه عصر متى اي وقت؟ انا في وجه الله يعني وانا نايم ولا قبل يوم بديت حط سمك بالبدايه او وقت والله يا فصلنا فصل الصبح يا جسمتك والله يا انتم مزعجين ما الواحد ما يقدر ينام عندكم خاصة هذا العصر العصر وشو؟ خاصة ال المهم المفروض نحطك مع السمك حصان بحر تركي ما تدري هو نايم في دحين الله عطاه هذا منو طيب الطيب شطه مع الكاتشب كاتشب مع الشطه الله حكمه شطة مع كاتشب خبز كاتشب مع شطة ايوه شطة مع كاتشب خبز يا جماعة ابو زيد اول ما جانا اول اربع ايام خمس ايام كان ما يبشل معاه اوراق ويسجل دافور
سجل سوالف حسبها مشى معانا طال عمرك مشى معانا طال عمرك خربنا حبيبي ابو زيد حبيبي لا الحين يقول ميت تركي حبيبي ميت حبيبي انا اقول ميت لا هو زيد انطق الحين تغير حبيبي حبيبي تركي سؤال حبيبي احيانا ما شاء الله تبارك الله صرت نايم يعني يعني اقوم اناظرك انت نايم دقيقه اقوم القاك طالع ثم دقيقه ارجع نايم وش تسوي؟ افلام نوم خلنا للاسف احتفظ بالاجابه لا لا ما راح احتفظ بالاجابه شوف ترى الحياه تجارب حكم انت امش الحمد لله خلاص الحياه تجارب انا عندي امكانيات اني اقوم واعتاش واتغذى وبعدين ارجع لهم مره ثانيه والله من جد نفجع كل شوي القاك نايم ثم انا 60,000 واحد يجي يقومك فخلص تتنكد النومه والله ما في اليوم صحاني سعود وزيدان كل العالم عبد الله عساف ومحسن دقله ومحمد منصور من باقي محسن سوى امسيه عندك ولا قلت الاداره كلها تقرا العصر دخلت على رايد بشوف كيف نايم اقسم بالله ساجد تدح انت نايم رايد عيال رايد راي راي نايم كذا اقسم بالله نايم كذا لا راسي هنا عدل راسي حطه الجهه الثانيه مسوي كذا هو قلبه عامر بالايمان لا هناك نايم كذا كنا بيطب يسبح اي من الشباب نايم وحاط رجع على رجل من هو واحد الله يستعان سويل سويل هو يلعب بلوت الينام الينام يحط رجل او ثانيها هذا حركان انه ما ترجع مقاس السرير انا مستحي انام كذا لازم انا بقى هنا انام وانا متربع من هو ما شاء الله لا ابراهيم عواد اللي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله بلاش خذ ما تجيب بطانية خذ حق المخدة تدري اني اتدفى بالحلوة تدري اني اتدفى بالبروة واخلي البطانية يا رجل تحس وجهك وراك بعد جسمك تكفيك كله تكفيك صدق وجهك من جسمك وجهك من جسمك والله العظيم شوف جسمك كيف وكيف وجهي تحس هيثم السليطي شكرا سيد جزرة شكرا استغفر الله صقري بس شايك فيني وانا نايم جنبك قبل لا يجون ان شاء الله والله هدوء وطمانينه وسكينه وسوالف زينا اي محسن محسن في احد جنبك يا اشخر لا اليوم اليوم لا شباب اليوم الصباح في ناس طلعوا فصلوها في البث منو الصبح اي والله الله يهديهم صراحه من هم ما ندري جانا العلم ان في شباب على البث انا قابلتهم الصباح قابلتهم تعرفهم؟ اللي لابسين جاكيت تلبسين تعرفهم؟ لا ما عرفتهم لابسين وينهم يا اخي؟ لا 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 يقول منهم ما قاموا الا العصر استر عليهم تخيل بس البث خلصنا في شغل النوم استر عليهم استر عليهم بس البث كنت اتبرع الا في خمسه مدري اربع اشخاص لابسين فراوي كل كلام بطاريق طقط طقط تعرف حقت ينقزون ذيك دن 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 اقسم بالله هو طلع من ذول بسم الله الرحمن الرحيم صقعهم طق يصدمون بعض جاء عندك في اثنين تلاطح تلاطح بالروس هذا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وصلك تفاصيل كامله علمت يا الهي جيت انت علموني الشباب من اللي علمني في تذكر هذا من كل شيء تجينا العلوم احنا اول باول تجينا العلوم ترى ايه شوف الحمد لله على نعمه العقل فاكر مش سريري نعمه العقل لعبه الله يديمها الحمد لله كنا نيام اي والله بس يا شباب لا تغلطوا علي الحمد لله انت لا هذا يمكن نكون منهم شكلك اي صقر شكلك تفاصيل كامله ها كل عقل هذا اقول تفاصيل كامله عقل مو بنعمه هم الله كرم بني ادم بالعقل اما البهايم على ما قال تنساق سوق اي ايش سالفه البهايم؟ شو رايك انت؟ ايش يقول البهايم؟ اقول العقل نعمه والبهايم تنساق سوق كلنا بخص بنفسه يا حبيبي كلنا انا اقول كلنا بخاص بنفسه انه انسان ولا بهيمه كنت لابس الفروه انت؟ لا معهم خلاص طيب شوك زعلان؟ لا بس انا انت شوك زعلان انا قلت كلنا بخاص بنفسه لا انا اقول كلنا بخاص بنفسه وانا اقول كل النصيبه على الله كل النصيبه على الله كل النصيبه على الله كل النصيبه على الله 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 المجد تذكر المقطع اللي تذكر المقطع اللي تسكر هذا هو الصيني بس كبر تذكر ولا طلع له دقن صحيح هو هي عارف انه هو لا باين من الشرخ اللي هنا مميز انا بذاك المقطع ما شاء الله عليك ترى الرجال هذا عنده فراسه يبخس الريجي
على ما قال ولا هو بكل رجال نبخسه هذا يبخس رياجي رياجي والله يا عظيم والله والله يا خلالب زين هو يبخس ريايل والله معاد منها معاد تبخس رجال ابخس الرجاجيل ليش تبخس ترقي انا ما قال يا ترقي انا رجال رجال ابو صقري 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 كيف كيف حرك بيني انت وحي صقري انت وحي نوحي يا رجال نوحي يا حبيبي يا هلا حبيبي بس حبيبي يا حلال احمد ما شاء الله عليك انت ولد منو ولد الديره ولد الديره لا والله مو ولد الديره زلمة صدقت صدقت ما شاء الله احنا تعشينا الحمد لله جاب العافيه تعشينا في الطاير جاب العافيه هذه في الطاير تاكل لك واحده ثنتين مع بياله شاي استكاره شاي استكاره دياي معك مجموعه رجاجيل في المجلس لا رجاجيل هذا عند الصقر حبيبي ابو صقري تقييمك على رجاجيل في هذا الزمن 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 يا الزمن شرواك الطيب رجاجيل شرواك والله دام والله اذا الرجاجيل كلهم مثل تركي يقسم بالله هذه من انا شو قلت كنت شرواك طب دقيقه شو زعلان تخلي الرجال يكمل ما قلت خلي يكمل ما احب احد يعاقب على كلامي من قصدي شيء احسب يا رجاجيل انا نسيان مقصدي مره اوفر كذا مره كيف واو يا الله تطلع ريحه بطن مو فاهم هذا مية حركة رجاجيل يا خلينا نقول واو الله زمان ما قال الله داخلين جو بق ايش هذا؟ شاهد انت الحين ترتاع اذا حد رواك من؟ وانت؟ ارتاع؟ ترتاع يعني يا ولد كيف يرتاع؟ خلاص يوم نوار صدق والله ارتعت مش شرط يا اخي اي انسان يتفاجئ يا اخي تحس ان الانسان الوحيد اللي الله سبحانه وتعالى خلقه بالمفاجاه انه الانسان الوحيد اللي يتفاجئ اي انسان يتفاجئ يا حبل الفلسفه سؤالي وانت في ناس كل فعل رده فعل في ناس يعني رده فعل لا تكلم بعادي تكون عادي انت لا انا لاحظ انك انت ترتاح تتكلم في اشخاص يرتاحوا عادي بس انت ارتعت وتنرفزت انا شعر ايش يقول لك انا سؤال انك ترتاح بقوه يعني زي ابو منصور من الاشخاص اللي يرتاعون مش خوف بس ما انا قلت خوف انت بتطلع خوف اخو علو تكفى صفقه في وجهك كان صفقته امسك ادعس وجهي لا اتمالك نفسي يا اخوي هذا قد والله تحصل له واحد قد روعك ذا اي في المطبخ سوالي وانا فهد هذا كان حرام بغيموت استغفر الله والله بغيموت اني طرت فوق وما عاد حسيت بيدي الا في وجهه ولا الغازيات قدام كذا طاير زي ما كسرت الجزء غازيات يعني غازي ذياب غازي مطيري انا مالي قص مالي شغل عود اللي يتكلم انا مالي انا اللي يتكلم انا يجي دوده ايش قال هو قال الغوازي لا قلت غازيات ما قلت غازي غازيات اي اللي هو ولد انا سقري انا ميتو انا امزح بط قالوا جاجيل والله رياجيل من الرياجيل ما اكثر من كذا الزمن انا اشهد الله جعلهم شرواك 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 يا محمد استانس انت ولا استانس تركي ترى الشباب ما شاء الله كلهم انجزوا وباقي جزء من الوقت والله صحيح من كم ساعه؟ قدها 10 وربع 10 و10 تنجزوا شنو؟ كل اجينا كل وقت يبا كلك 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 روح شوف الرجاجيل شلاتيت شلاتيت كويتي وايد كويتي وايد ولا ايش؟ كلك كلك كويتي اكوت بالكويتيين نفسهم حبيبي في واحد جالس ما شاء الله عليه اشوفه يوزع خبز بعد يجي مثلا ماجد يقول بعد ذا صار بعد سعود ثاني بعد سعود ثاني صار يشتغل كذا